بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلمكم عن أرخص كنترول حراري. معنا الكنترول يونت اهو ديجيتال، بيقيس معايا درجة الحرارة الفعلية ودرجة الحرارة مظبوط عليها، بضغط ضغطة مطولة بعرف انه مظبوط على 36 زي ما حضراتكم شايفين، تمام. فهو طول ما هو أعلى من 36 بيفضل شغال، بيدي إشارة للكونتاكتور ده. الكونتاكتور ده 12 أمبير، بيتحمل معايا لعند 1.5 حصان، يعني مثلا شفاط 140 سنتي. الجهاز مزود بحساس، يعني قبل ان انا ازود له طوله باستخدام سلك تليفون، تمام. هو في الوضع دلوقتي هو في وضع التشغيل. الكونتاكتور عامل توصيل اهو معايا، كونتاكتور من فئه السي ان سي. طبعا الشفاط في حاله تشغيل دلوقتي، اول ما يحس درجه الحراره فصلت اهي، اصبح دلوقتي الدرجه 35.6. هنعمل ان احنا نزود درجه الحراره كده اهو كده، عامل توصيل معانا.